يا اهلا بالفيلموية. بيبدأ الفيلم في حياة شونان في كوريا مع راجل في الاربعينات وهو ماشي بالعربية بتاعته بالليل، وفجأة في شخص بيخبطه بعربية من ورا، فبيسيب العربية بتاعته وبينزل علشان يشوف اللي حصل لعربيته، ووقتها بيشوف الشخص اللي خبطه وما بيكونش عنده أي نية للانتقام منه، وبيطلب منه انه يصوب الراحة بعد كده، وبيقف ورا العربية بتاعته علشان يصور الخدش اللي حصل فيها بسبب الخبطة علشان يعرضه على التأمين. وهنا الشخص اللي خبطه بيطلع آلة حادة وبيفضل يطعنه بيها بكل قوة، وبياخده على العربية بتاعته وبيكمل طعنه جواها لحد ما بيقضي عليه. وبعدها المجرم بياخد عربيته وبيمشي وبيسيب صاحب الجثة في العربية بتاعته. والصبح بينتشر الخبر في الإذاعة والناس كلها بتعرف اللي حصل في حي شونان، وبيظهر إنها مش أول جريمة تحصل في الحي ده، وإن الشرطة لحد دلوقتي مش قادرة توصل لحل للجرائم اللي حصلت فيه. في الوقت ده بيكون في محقق اسمه تاي راكب عربية مع زميله يونغ، وبيكونوا في طريقهم لمسرح الجريمة علشان يحققوا فيها، وتاي بيكون متضايق جدا إنهم لحد دلوقتي مش قادرين يحلوا القضية اللي عندهم، لأن ده معناه إنه مش هيترقى دلوقتي. وفجأة بينزل تاي من العربية قدام صالة ألعاب وبيسيب يونغ لوحده، وبيبعد مجموعة من البلطجية بيكونوا واقفين قدام مبنى الصالة وبيدخل غصب عنهم. وجوه المبنى بيوقفوا عدد من الجردات وبيحاولوا يمنعوه من دخول الصالة، وواحد منهم بيحطوله فلوس في جيبه كرشوة علشان يمشي ويسيبهم. وهنا تاي بيتضايق وبيضربه بقوة هو وزمايله وبيرميله الفلوس وبيدخل، وبيظهر إن الصالة دي بيتم فيها نوع من التداول غير مشروع. وبيدخل تاي لقسم التداول وبيقبض على الشاب المسؤول عنه. وفي الوقت ده بيكون دونغ صاحب صالة الألعاب موجود في قاعة ألعاب رياضية، وبيجيله المساعد بتاعه وبيعرفه إن تاي راح للصالة وهاجم الجردات بتوعه، وبيظهر إنها مش أول مرة يتعرض ليهم. ووقتها دونغ بيكون أمر رجالته إنهم يعذبوا واحد من رجالة شريكه سانج لأنه خالف أوامره، وبيظهر إن دونغ زعيم عصابة كبير جدا. وبعدها بيوم رجالته رجعوا الراجل لسانج مرة تانية وهو بينزف، وبيتحرك علشان يروح يقابله، وفي طريقه لسانج بيتصل برئيس مركز الشرطة اللي تاي بيشتغل تحت قيادته، وبيعرفه اللي حصل من تاي في صالة الألعاب بتاعته، وبيظهر إن دونج بيدفع لرئيس المركز رشوة كبيرة جدا علشان يسيبه يبشر أعماله الغير مشروعة من غير ما يتقبض عليه، فالرئيس بيوعده إنه هيتصرف مع تاي، وبالفعل بينهي المكالمة مع دونج وبيتصل بتاي بسرعة علشان يبعده عنه، لكن تاي بيرفض يتكلم معاه وبيقوله انه في طريقه لمسرح الجريمة، وبينهي المكالمة بسرعة. وبيوصل تاي لمسرح الجريمة وبيلاقي زمايله الضباط بيجمعوا الأدلة علشان يحددوا سبب الوفاة ومعادها، وأثناء ما هو بيدور في العربية بيكتشف خدش بسيط على ظهرها بيكون واضح انه ناتج عن خبطة من عربية تانية، وبتكون دي مش أول عربية يشوفها مخبوطة بنفس الطريقة في جريمة قتل، فبيستنتج إن في مجرم واحد مشترك بين كل الجرائم اللي تمت بنفس الطريقة. في الوقت ده دونج بيروح يقابل سانج واللي بيشكره على إنه رجع له الراجل بتاعه من غير ما يخلص عليه، فبيفهمه دونج إنه لو ما كانش خالف أوامره ما كانش ده كله هيحصل، وبيحذره إنه لو ما التزمش بالأوامر مرة تانية هيخلص عليه من غير تفكير، لكن سانج بيبين له إنه مش خايف من تهديده. وهنا مساعد دونجو بيتكلم مع سانج بطريقة مش كويسة، فسانج بيتعصب وبيرمي الأكل عليه، ووقتها دونج بيقوم من مكانه وبيكسر سنان مساعد سانج بإيده وبيحطها لسانج في المشروب بتاعه وبيخليه يشربه غصب عنه. وفي مركز الشرطة بيتم عمل تحريات عن ضحية المجرم عن طريق نمرة عربيته، وبيتضح إنه اسمه تشوي وعنده 46 سنة، وبيعرفوا من السجلات إنه ما عندوش أي قضايا تخليه عرضة للانتقام. وعدد من فريق التحقيق بيرشح ان المجرم قاتل هاوي لانه طعن تشوي اكتر من 10 طعنات، وعدد تاني بيقول ان المجرم محترف لانه ما سابش اي دليل وراه يخليهم يقدروا يوصلوا له. وهنا تاي بيقرر يتدخل وبيقول ان المجرم اللي بيدوروا عليه هو نفسه اللي قام باخر 3 جرائم حصلت في المنطقه دي، خاصه ان جروح الضحايا تمت بنفس الشكل، وده معناه انه استخدم نفس الاله الحاده في القضاء عليهم كلهم، لكن رئيسه بيرفض يسمع له وبيوبخه وبيفهمه انه ما ينفعش يتدخل في القضايا اللي زمايله مسؤولين عنها، وبيفتكر انه يدور على المجرم لانه عايز يترقى، لكن تاي بينفي ده وبيفهم الرئيس انهم لازم يلاقوا المجرم قبل ما يخلص على ضحايا جديده. وبالليل بيخلص دونج مقابلته مع سانج وبيقرر انه يسوق لوحده من غير اي حد من مساعدينه، وبيأمر رجالته انهم يسيبوه يرجعوا للسكن، واثناء ما هو ماشي على الطريق بيخبطوا نفس المجرم بعربيته من ورا، فبينزل دونج من العربيه علشان يشوف اللي حصل ليها، ولما بيلاقيه خدش بسيط بيسامح المجرم وبيطلب منه انه يمشي، واثناء ما دونج بيكون راجع لعربيته بيتصدم بالمجرم وهو بيهجم عليه من ظهره،
وبيطعنه في جنبه أكتر من طعنة، لكن دونج بيقدر يبعده عنه بسرعة قبل ما يخلص عليه، وبيفضل يضربه بقوة وبيحاول ينقذ حياته على قد ما يقدر، وبيدور قتال حاد بينهم، ودونج بيرفع المجرم على العربية وبيحاول انه يطعنه، لكن المجرم بيتحرك بسرعة والطعنة بتيجي في العربية نفسها، لحد ما اخيرا بينجح دونج في انه يطعن المجرم في صدره، وبتخلص قوته لحد كده وبيثبت في مكانه. وهنا المجرم بيرجع لعربيته بسرعة وبيركبها وبيخبط دونج بيها وهو ماشي، فبيقع في الشارع وبيفقد الوعي، وبيتم نقله للمستشفى بسرعة، وبيخضع لجراحة سريعة علشان يفضل عايش. وهنا رجالته بيروحوا يهاجموا عصابة سانج في المقر بتاعهم، وبيخلصوا على عدد كبير منهم، وده لأنهم معتقدين إن سانج هو اللي ورا اللي حصل لدونج بحكم العداوة اللي بينهم. أما المجرم فبيعالج نفسه بنفسه في العربية وبيخيط الطعنة اللي دونج تسبب له فيها، وبالليل جدا بيروح عند متجر كلاب وبيختار أكتر كلب بيعجبه هناك، وبيستعد إنه يقضي عليه علشان يشبع ميوله القتالية، لكن حارس الكلاب بيصحى على صوتهم وبيروح لعندهم علشان يشوف اللي حصل، فبيهجم المجرم عليه وبينهي حياته بنفس الطريقة. وتاني يوم مساعد دونج بيروح يزوره في المستشفى وبيكون مصمم ان سانج هو اللي ورا اللي حصل، لكن دونج بيفهمه ان اللي طعنه حد مش من فريقهم اصلا، وده لانه بيستخدم طريقة مختلفة في الطعن، وبيكون واثق ان سانج ملوش يد في اللي حصل معاه، وبيكتب للمساعد بتاعه نمرة عربية المجرم وبيطلب منه يلاقيها في اسرع وقت. وهنا بيدخل تاي للأوضة وبيقعد مع دونج وبيعرفه انه جاي يساعده يلاقي المجرم اللي عمل فيه كده، لكن دونج بيرفض يتعامل معاه وبيفهمه انه هيقبض عليه اسرع منه، فبيعرض عليه تاي انهم يعملوا تحدي بينهم ويشوفوا مين فيهم هيقبض عليه اسرع من التاني. ووقتها دونج بينكر اصلا ان في مجرم اتعرض له، وبيقول لتاي ان الشارع كان ضلمه امبارح وعلشان كده هو وقع وتعور، لكن تاي مش بيصدقه وبيسيبه وبيروح يدور على العربيه بتاعته، وبيتفاجئ ان عليها نفس الخدش اللي كان في عربيات الضحايا اللي قبله، فبيتاكد ان اللي اتعرض له هو نفس المجرم اللي بيدوروا عليه. في الوقت ده سانج بيوصل للمستشفى علشان يزور دونج وبيعرفه اللي رجالته عملوه في العصابه بتاعته، وبيطلب منه انه يديله نص الاراضي اللي عنده كتعويض على اللي حصل في رجالته، وكمان يتكفل بمصاريف علاجهم، فبيوعده دونج انه يسمح له بتعويض يوسيع عن اللي حصل لرجالته، لكن بيرفض يكتب له حاجه من الاراضي، وبيأكد له سونج انه ما يعرفش حاجه عن المجرم اللي اتعرض له، وبيفهمه انه لو هو اللي محرضه ما كانش هيبقى عايش دلوقتي، وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح تايل رئيسه في الشغل وبيفضل يترجانه يخليه يمسك قضية المجرم المجهول اللي بيدوروا عليه ويبقى له دور في التحقيق فيها زي زمايله، لكن الرئيس بيرفض وبيأمره ما يتدخلش ابدا في شغل الفريق التاني. ووقتها تاي بيعرفه ان دونج كمان كان ضحية للمجرم ده وانهم لازم يستغلوه لان هو الضحية الوحيدة اللي عاشت بعد ما المجرم اتعرض لها، وكمان قدر يتعرف على شكله، لكن الرئيس بيفضل مصمم على موقفه وبيرفض اي تدخل من طايف القضية. وفي الليل بيكون المجرم ماشي في محطة استراحة وبيسمع واحد هناك بيتكلم مع مراته في التليفون وبيقول لها انه مش فاضي يجي يحضر عيد ميلاد ابنه لانه محتاج يجمع فلوس. وهنا المجرم بيقرر يخلص عليه لانه شايف ان ابنه ملوش ذنب في اهماله وبيفضل يطعنه لحد ما بينهي حياته. في الوقت ده بيكون دونج قاعد مع رسامه وبيفضل يوصف له ملامح المجرم لحد ما بترسم وشه بالكامل، وبيقدروا يتوصلوا لصورة نهائية لتفاصيل وشه، وبعدها بيسلم الصورة للمساعد بتاعه وبيطلب منه يلاقيه بسرعة قبل ما الشرطة توصله قبلهم. وبيقرر المجرم انه يسيب عربيته في الاستراحة وبياخد عربية ضحيته الاخيرة، وساعتها بيتفاجئ انه كان جايب لابنه هدية وتورتة وكان عاملها له مفاجأة، لكنه مش بيحس بأي ندم، وفجأة بيطلع صاحب الضحية من ظهر العربية والمجرم بيتفاجئ انه موجود معاه وبيتهجم عليه وبيفضل يطعنه بالآلة الحادة، وأثناء القتال اللي حصل بينهم الآلة بتقع من إيد المجرم من شباك العربية. وتاني يوم بيروح تاي لدونج وبياخده معاه طرف مسجل من رئيس مركز الشرطة بيقول له فيه إن دونج رئيس عصابة وعنده ماكينات قمار بيشتغل بيها في الصالات بتاعته، وبيوعده تاي إنه لو اتعاون معاه وساعده يلاقي المجرم مش هيأذيه وهيسيبه يباشر أعماله الغير مشروعة في سلام، لكن دونج مش بيديله أي اهتمام وبيفهمه إنه مش خايف منه. وهنا تاي بيعرفه إن المجرم ده قاتل متسلسل بيختار ضحاياه بشكل عشوائي، وبيأكد له إنه مختل نفسيا بطريقة مختلفة عن كل المجرمين اللي اتعامل معاهم قبل كده، وبيفهمه إنه هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعده، لكنه بيتجاهله تماما وبيرفض يتعامل معاه. وبالليل مساعد دونج بيقابله وبيعرفه ان المستثمرين اللي كانوا معهم في المشروع الجديد خافوا على شغلهم وانسحبوا بعد الحادثة اللي تعرض لها، وبيعرفه كمان ان رجالة سانج بيحاولوا يحتلوا الاراضي بتاعتهم، وبيقوله ان هو والرجالة اخيرا لقوا عربية المجرم في ساحة استراحة على الطريق، ولو كمان آلة حادة في مكان قريب من العربية. ولما بيشوف دونج الآلة بيلاقيها نفس اللي المجرم طعنوا بيها، فبيفهم انها خاصة بيه وبيطلب من المساعد بتاعه انه يحافظ عليها،
وتاني يوم بيتصل دونج بتاي وبيعرفه ان الجريمة الاخيرة اللي تم في ساحة الاستراحة كانت من فعل نفس المجرم، وبيفهمه انه مستعد يتعاون معاه. وبعد الشغل بيروح تاي لدونج البيت، ودونج بيحكي له انه وافق يساعده في القبض على المجرم لانه عاوز ينتقم منه بعد ما بوظ له شغله اللي بقاله سنين بيبنيه، وبيديله مفاتيح عربية المجرم اللي رجالته لقوها علشان يدور فيها على اي دليل ادانة ضده، وبيطلب منه ان اللي يقدر يوصل للمجرم الاول يبقى من حقه انه يتعامل معاه بطريقته الخاصة. وبعد الاتفاق دونج بيفاجئ تاي انه مسجل كل اللي اتقال بينهم، فبيمسك تاي جهاز التسجيل وبيكسره، وهنا دونج بيوضح له ان كل اللي حصل متصور بكاميرات المراقبة علشان يقدر يحمي نفسه لو فكر يغدر بيه. وهنا تاي بيتعصب وبيرفع مسدسه على دونج وبيأكد له انه هيقبض عليه اول ما الصفقة اللي بينهم تتم. وبعدها بيجتمع تاي مع المساعدين بتوعه وبيعرفهم كل اللي حصل علشان يساعدوه في القضية، وبيبدأوا يدوروا في عربية المجرم على اي ادلة او حاجة توصلهم للحمض النووي بتاعه، وبيطلب منهم يحافظوا على السرية التامة طول المهمة. وبالليل دونج بيبعت المساعد بتاعه البيت سانج ومعاه الآلة الحادة للمجرم المجهول بيستخدمها، والمساعد بتاعه بيطعن سانج بيها وهو نايم لحد ما بيقضي عليه، وبيسيب سلاح الجريمة في المكان وبيمشي بسرعة علشان يبين للناس ان المجرم هو اللي خلص عليه. وتاني يوم تاي بيروح يقابل زميلته سوجين من قسم التحقيق الجنائي وبيسلم لها بقع دم وشوية شعر لقاهم في عربية المجرم، وبيطلب منها تحللهم وتعرف هم بتوع مين وتبلغوا. وبعد ساعات بتوصل الشرطة لجثة سانج وبتجهزها علشان تتنقل للمشرحة، وسوجين بتكون موجودة هناك وبتلاحظ الآلة الحادة وبتاخدها علشان تحلل الدم اللي عليها في المعمل الجنائي. وبعد التحليل بتتصل سوجين بتاي وبتعرفه انها حللت الشعر والدم اللي اداهم لها، ولقيت الحمض النووي بتاعهم خاص بكل ضحايا منطقة تشونج نام الأخيرة، لكنها بتعرفه ان المشكلة الأكبر ان سلاح الجريمة اللي لقوه في بيت سانج عليه نفس الحمض النووي بتاع كل الجثث اللي طلعوا في التحليل. وهنا تاي بيفهم ان دونج هو اللي ورا اللي حصل لسانج، وبيروح له البيت بسرعة وبيهجم عليه وبيضربه وهو متعصب، لكن دونج بيصده بكل سهولة وبيضربه بقوة وبيمنعه عنه. وتاي بيسأل دونج اذا كان هو السبب في اللي حصل لسانج ولا لا، فبيعترف له ان هو اللي خلص عليه. وبعدها بيروح دونج يحضر جنازة سانج، والمجرم كمان بيحضر الجنازة، وبيروح يقف مع مساعد سانج وبيديله ورقة مكتوب فيها ان في شخص استخدم الآلة بتاعته وخلص بها على سانج، وبيكون عارف انها نفس الآلة اللي استخدمها من الاخبار اللي انتشرت في التلفزيون بعد وقوع الجريمة. وهنا مساعد سانج بيفهم ان دونج هو اللي خلص على سانج، وبيقرر ينتقم منه، وبيستمر المجرم في ارتكاب جرائم اكتر بنفس الطريقة ومفيش اي قوة بتقدر تمنعه. وبيروح دونج لعربية المجرم مع تاي وبيبدأوا يدوروا مع بعض على دليل يوصلهم للحمض النووي بتاع المجرم نفسه، وده لان سوجين ملقتش اي حاجة تخصه في الدم والشعر اللي بعتهم ليها. واثناء البحث دونج بيحكي لتاي انه طعن المجرم لما تعرض له، فبيتأكد تاي ان العربية فيها دم خاص بالمجرم، وبالفعل بيلاحظ بقع الدم ما كانش شافها قبل كده، لكنه قبل ما يطلعها من العربية بتهجم عصابة سانج على المكان، وبيكونوا عايزين يخلصوا على دونج علشان ينتقموا لرئيسهم. وتاي بيساعد دونج في القتال ضد رجالة سانج وبيدافع عنه، وبتحصل معركة قوية جدا في المكان، ومساعد سانج بيتمكن من دونج اللحظات وبيوجه له آلة حادة وبيحاول يطعنه بيها، لكن دونج بينجح في انه يصده وبيبعده عنه قبل ما يأذيه، فبيدخل في قتال مع تاي وبيحاول تاي يدافع عن نفسه بكل الطرق لحد ما بيطعن مساعد سانج بالآلة اللي كانت في ايده غصب عنه، وبيحاول ينقذه لكنه مش بيقدر، وبيزعل جدا من نفسه وانه نهى حياة شخص بايده. في الوقت ده المجرم بيكون سايق عربته الجديدة وبيسمع في الراديو خبر بيقول ان الشرطة قربت توصل للمجرم المجهول وعندهم ادلة كافية جدا للقبض عليه، وان وصولهم ليه مجرد مسألة وقت مش اكتر. وتاني يوم في مركز الشرطة رئيس تاي بيكون عاوز يكلفه بقضية اختطاف، فبيفهمه تاي انهم في قضية اكبر دلوقتي ومحتاجين يلاقوا المجرم في اسرع وقت قبل ما يخلص على ضحايا تانيين، فبيتعصب الرئيس عليه وبيعرفه ان القضية دي موكلة لفريق تاني، فبيفهمه تاي ان هو اللي قدر يوصل لمعلومات عن المجرم من البداية وان الفريق التاني ما يعرفش اي حاجة عنه، فبيعرفه رئيسه ان لو كان متمكن كفاية كان زمانه قبض على المجرم من بدري، وبيفضل رافض تدخله في القضية بشكل تام. وبالفعل بيتولى تاي وفريقه قضية الاختطاف وبيروحوا عند مرات الضحية، وهناك الخاطف بيتصل بيها وبيعرفها انه عايز فدية علشان يرجع لها جوزها، وبيقول لها على المكان اللي هتقابله فيه علشان تسلمه المبلغ. وتاني يوم بتروح مرات الضحية للمكان وبيكون عبارة عن كافيه، وتاي بيقف على سطح مبنى قصاد الكافيه علشان يراقب اللي بيحصل ويقدر انه يقبض على الخاطف بمجرد ما يظهر.
وأول ما بتدخل زوجة الضحية الكافيه بتطلب منها العاملة إنها تسلمها الشنطة، وهنا تاي بيلاحظ مجرم متخفي قريب منه على السطح، وأول ما بيلاحظ إن تاي شافه بيطلع يجري بأقصى سرعة، وهنا تاي وفريقه بيتحركوا وبيطاردوه لمسافات بعيدة جدا، لكنهم للأسف مش بيقدروا يلحقوه لأنه بيكون أسرع منهم بكتير. ووقتها بيرجع تاي ورجالته للكافيه وبيسألوا العاملة اللي استلمت الشنطة اللي فيها الفلوس هي ليه عملت كده، فبتعرفهم ان الزبون اللي كان عندها هو اللي طلب منها تستلم الشنطة بداله وفي المقابل ادها 20 دولار، وبتأكد لهم انها ما تعرفوش. وهنا تاي بتجيله فكرة عبقرية وبيسأل العاملة عن المشروب اللي الخاطف طلبه قبل ما يهرب، فبتعرفه نوع المشروب وبيكون عاوز الازازة اللي الخاطف شربها علشان يرفع البصمات من عليها، وبياخد فريقه وبيروحوا يدوروا عليها في مستودع النفايات لحد ما بيلاقوها. وتاني يوم سوجين بترفع البصمات اللي على الازازة وبتلاحظ انها نفس البصمات اللي كانت على دريكسيون عربية المجرم اللي اتعرض لدونج، وبتجهز ملف لتاي بعنوان البيت اللي الخاطف مأجره من خلال المعلومات اللي قدروا يوصلوا ليها عنه. ولما بيروح تاي للعنوان بيلاقي صاحبة البيت بتقوله ان المجرم مختفي بقاله 3 شهور وانها ما تعرفش عنه حاجة، فبيقرر تاي انه يدخل البيت وبيفضل يدور فيه لحد ما بيلاقي صورة للخاطف مع عيلته. وهنا بيتصدم ان ملامحه نفس ملامح المجرم اللي دونج وصفه للرسامة بعد الحادثة اللي اتعرض لها، وبيتأكد ان الخاطف هو نفس المجرم المجهول اللي بيدوروا عليه، وبيبعت رقمه اللي تواصل منه مع مرات ضحية الخاطف الاخيرة للشرطة علشان يتحروا عنه اكتر. وبعدها بيتصل بدونج وبيسمعه المكالمة اللي تمت بين الخاطف وبين مرات الضحية، وهنا دونج بيتأكد انه نفس صوت المجرم اللي هاجمه على الطريق، وبيتم عمل تحريات دقيقة عن المجرم، وبيظهر ان اسمه كانج وعمره 35 سنة، وبيتضح انه اتربى في دار ايتام وهو طفل بعد ما ابوه سجن بتهمة التعدي عليه، وده اللي خلق جواه الشخصية العدوانية اللي بتدفعه دايما يهاجم البشر ويخلص عليهم. والشرطة وعصابة دونج بيقرروا يوحدوا جهودهم وبيشتغلوا بقوة على القضية علشان يقبضوا على المجرم في أسرع وقت، وبيفضلوا يسألوا الناس عنه لو كان شخص شافه في المنطقة اللي معظم جرائمه بتدور فيها، لكن للأسف محدش بيتعرف عليه. وتاني يوم دونج بيكون واقف في الشارع وبيشوف طالبة ثانوية واقفة لوحدها في المطر، فبينادى عليها وبيديها المظلة بتاعته علشان تحميها. وبالليل بيكون قاعد سهران مع تاي وفريقه، وفجأة بيسمع في نشرة الأخبار عن مقتل طالبة في ثانوي، ولما بيشوف المظلة بتاعته في الصورة بيفهم انها البنت اللي كان معاها الصبح، وبيتحرك بسرعة شديدة هو ورجالته وفريق الشرطة بالعربيات لنفس الشارع اللي تمت فيه الجريمة، وبيقدروا يوصلوا للفندق اللي المجرم مقيم فيه، لكنهم بيعرفوا من زميله في الغرفة انه مشي من شوية، فبيتوزعوا في الشارع بهدوء تحت الفندق وبيعملوا كمين المجرم علشان يمسكوه أول ما يوصل. وبالفعل بيوصل المجرم كانج، وأول ما بيحس بوجودهم في المكان بيتحرك بالعربية بسرعة، فبيتحركوا وراء العربية وبتحصل مطاردة عنيفة في الشارع بينهم بالعربيات، وبيتسببوا في خسائر لناس كتير في الشوارع لحد ما بيقدروا أخيرا يقطعوا عليه الطريق. وهنا دونج بيروح يفتح باب العربية علشان يخرجه، فبيتفاجئ إنه مش موجود، وساعتها المساعد بتاعه بيشاور له عليه وهو بيجري بعيد وبيحاول يهرب، وقبل ما دونج يتحرك وراه بيتحرك المساعد بتاعه علشان يلحقه، وبالفعل بيقدر يمسكه، لكن كانج بيوجه له طعنات قوية جدا وبيتسبب له في نزيف حاد. ولما دونج بيوصل للمساعد بتاعه بيشاور له بسرعة الاتجاه اللي كانج هرب منه، وبعدها بيفقد حياته، وبيلاحظ دونج أثار دم على الأرض بيكون كانج نزفها بسبب حادثة العربية اللي تعرض لها بعد ما قطع على الطريق. وبيتتبع دونج أثار الدم لحد ما بيوصل عند كازينو في المدينة، وبيفضل يدور على كانج بين الناس اللي هناك لحد ما بيكتشف انه مستخبي في الحمام، فبيكسر الباب عليه بقوة وبيفضل يضربه لحد ما جسمه كله ينزف وبيفقد الوعي. وبياخده دونج معاه في العربية وبيتصل بتاي وبيعرفه ان المجرم معاه، وبيرفض يعرفه مكانه علشان ينتقم من كانج بطريقته الخاصة، وبياخده لنفس الحي اللي اتهجم عليه فيه وبيكتفه وبيفضل يضربه بقوة، وبيحاول كانج يبين له انه مش خايف منه، وبيأكد له ان هما الاتنين ما يختلفوش عن بعض وان كل اعمالهم في الشر. وبيقدر تاي يعرف مكانه من خلال كاميرات المراقبة اللي صورت تحركاته في الشارع، وبيتحرك لعنده بالعربية. وفي الوقت ده بيكون دونج جهز سلاحه الحاد علشان يقطع رقبة كانج، وقبل ما يقضي عليه بلحظة واحدة بيوصل تاي وبيقتحم المكان بالعربية، وبيخبط دونج فبيفقد الوعي في نفس اللحظة، وبيروح تاي يقبض على كانج وبينقله لمركز الشرطة، وهناك بيفضل يستفز الفريق اللي كان متكلف بالمهمة لأنهم ما قدروش يقبضوا عليه، وهو اللي قفل القضية في النهاية. وبيتم القبض على رجالة دونج لكنه بيكون هرب والشرطة ما بتقدرش توصل لمكانه، وفي التحقيق بينكر كانج كل التهم الموجهة له، وبالفعل مش بيكون في أي دليل قاطع ضده لأن لازم يكون في شاهد علشان يقدروا يحكموا عليه. وأثناء التحقيق كانج بيستفز تاي بالكلام، فبيتهجم عليه وبيضربه لحد ما زماله بيدخلوا غرفة التحقيق ويبعدوه عنه،
وبيجي ميعاد المحاكمة ومحامي كانج بيدافع عنه وبيقول ان القضاء مش من حقه يصدر اي حكم عليه طول ما مفيش ادلة قطعة ضده. وهنا محامي الضحايا بيستدعي دونج لقاعة المحكمة والكل بيتفاجئ من حضوره، وهنا بنشوف فلاش باك لتاي وهو عنده وبيترجى انه يسلم نفسه ويشهد ضد كانج علشان يقدروا يعاقبوه بالقانون، وده لان هو املهم الاخير للحكم على كانج. ولكن دونج رفض وضرب تاي بقوة، وهنا تاي سمعه ريكورد سجله له هو عنده في البيت لما اعترف قدامه انه هو اللي خلص على سانج، وبيوعده انه يتخلص من التسجيل لو سلم نفسه للشرطة وشهد ضد كانج. وفي المحكمة دونج بيعرض الرسمة اللي فريقه رسمها لملامح كانج يوم الحادثة بعد وصف دقيق منه، لكن محامي كانج بيقول ان ده مش دليل كافي. وهنا دونج بيقلع هدومه وبيوري للقضاء الجروح اللي كانج تسبب له فيها، وبيعرفهم ان هو كمان دفع عن نفسه وطعنه، وبيوصف لهم المكان اللي طعنه فيه بدقة، وبيطلب منهم يكشفوا عليه ويشوفوا الجرح بنفسهم. وهنا العساكر بيكشفوا هدوم كانج وبيكتشفوا انه فعلا عنده جرح نتيجة طعنه في نفس المكان اللي قاله دونج، وهنا بيقدروا يوصلوا لدليل حقيقي ضده، وبيوريهم دونج الرسالة اللي ادها كانج لمساعد سانج في العزا بتاعه، واللي كانت مكتوبة بخط ايده، وبيظهر انه لقاها في محفظة مساعد سانج بعد ما تاي خلص عليه بالغلط، وقرر يحتفظ بيها، لكنه قطع أول كلمة منها، وخلى محتواها انه استخدم الآلة بتاعته في القضاء على سانج بدل ان في شخص استخدمها بداله. وبيتم مقارنة خطه من خبير خطوط، وبيظهر ان هو فعلا اللي كتب الرسالة. وبعد كل الأدلة دي بيتم الحكم عليه بالإعدام وترحيله لسجن مشدد لحد ما عاد تنفيذ الحكم. وبيتم ترقية تاي وفريقه بعد ما قدروا يحلوا واحدة من أصعب القضايا. وبعد أيام بيترحل دونج لنفس السجن، وهناك رجالته بيحيوه أول ما يوصل، وبيشوف دونج كانج وهو قاعد لوحده في ساحة السجن وبيضحك له ضحكة شريرة بتحدي وكأنه عاوز يحذره منه. وهنا بنشوف فلاش باك لدونج وهو بيوعد تاي انه هيسلم نفسه، ولكن بشرط انه يحطه مع كانج في نفس السجن. وتاني يوم بيكون كانج لوحده في الحمام، وهنا بيدخل دونج عليه وبتحصل مواجهة بينهم، وكل واحد فيهم ناوي يخلص على التاني. وبكده بنكون وصلنا لنهاية أحداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.